السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله جايين نتكلم على ايه الفرق بين شغل الهيلتي وشغل الكسارة. شغل الهيلتي والكسارة زي ما حضراتكم شفتوا الصورة اللي عدت بتاعت الهيلتي، ودي صورة الكسارة. الكسارة ديت اللي هي بتبقى تقيلة معانا، وزي ما حضراتكم شايفين البنط بتاعتها بنط محملة. الكسارة بتشتغل معانا في تكسير شغل البوتن، شغل العمدان، شغل السلم، شغل كاميرات، اي شغل هدم، اي شغل تكسير من الحاجات المثقلات معانا بنشتغل فيها بالكساره. اما بالنسبه لشغل الهيلتي، الهيلتي بيشتغل معانا في فتح ترانشات الكهرباء، في فتح ترانشات السباكه، في تقشير المحاره، في اعمال البسيطه مش الاعمال المحمله مش المثقله الثقيله. اما بالنسبه للكساره هي اللي بتشتغل معانا في الاحمال الثقيله، زي ما حضراتكم شايفين معانا في الفيديو بنكسر بيها قلبة سلم، كان بتاعت قلبة سلم صندرة كنا مثلا بنتنقل من مكان لمكان فيها. فدلوقتي عشان هنبدأ نزرع عشاير وهنبدأ نصب سقف، فهيتكسر القلبتين السلم الصغيرين ويتعمل صبة للسقف. فساعتها في الوقت دوت بنبدأ نزرع الحديد القديم، ونبدأ نحضر ونعمل شمع، ونبدأ نصب عليها خرسانة. فما ينفعش اصب خرسانه غير لما اظهر الحديد زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو، الحديد كله ظاهر علشان هبدا احمل عليه. فبالنسبه للطرنش اللي قدام حضراتكم اللي احنا فاتحينه اللي هصب فيه واحمل عليه دوت، الطرنش الصغير دوت مفتوح معايا بالهيلتي، تمام. اما بالنسبه للشغل اللي هو هكسر بخرسانه وبوتن وكمر وحديد وكعبله جامده، لازم يكون معايا بالكساره، لان الكساره تقيله ومحمله وبتشتغل بالبنط، بنط تخينة على اساس ان هي هتشتغل في الخرسانات. فبالتالي شغل الهيلتي ليه شغل والكسارة ليها شغلها. وزي ما حضراتكم احنا بنحاول نوضح توضيح بسيط الفرق بين الهيلتي والكسارة في اعمال الهدم وفي اعمال البناء. زي ما حضراتكم شايفين بكل بساطة الكسارة بتفصل السلم عن السقف، لان السلم تحت ده هيتكسر. فبكل سهولة، لان الكسارة محملة وتقيلة، بكل سهولة بنعرف نكسر بيها الخرسانات والبطن الأحجام الكبيرة. أما بالنسبة للهيلتي بيشتغل معايا في الأحمال البسيطة زي ما وضحنا. وشكرا جدا لكم، إن شاء الله نفيدكم أكتر في الفيديوهات الجاية. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتعليقات عشان نوضح بيها. زي ما حضراتكم شايفين أنا بحاول أعمل لكم زوم عليها، ده الهيلتي تمام، الخفيف اللي قدامكم ده الهيلتي تمام. دي اليد ديت عشان سيفتي وامان لي تمام. اللي جاي ديت هي دي الكساره، هي دي التقيله المحمله اللي بتشتغل معانا في تكسير البوتون تمام. شكرا وجزاكم الله كل